برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، تنظم وزارة شؤون الشباب والرياضة المهرجان الشبابي العالمي الأول لأهداف التنمية المستدامة بمشاركة 90 دولة، حيث يعتبر هذا المهرجان من أهم الفعاليات الشبابية على مستوى العالم. ولقاء المزيد من الأضواء والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة. سعادة الوزير، بداية نرحب بك، ولو تبين لنا كيف انطلقت فكرة هذا المهرجان وما الذي تمثله الرعاية السامية لجلالة الملكة المفدى له. شكرا لإتاحة هذه الفرصة لتسليط الضوء على هذا المهرجان العالمي الذي تصدي مملكة البحرين. في الواقع أن المتتبع الاهتمام الكبير التي توليه مملكة البحرين للشباب على مستوى العالم وليترجم رؤى وتطلعات سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه، سيرى أن مملكة البحرين وبفضل المبادرات العالمية التي قدمتها واحتضنت فيها الشباب من مختلف دول العالم قد أصبحت محط أنظار الجميع. البحرين اليوم أول دولة على مستوى العالم قدمت جائزة تشجع الحكومات والقطاعات الخاصة والأهلية والأفراد لتمكين الشباب، وهي جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذه الجائزة اللي شارك في نسختها الأولى أكثر من 663 من 87 دولة طبعا، وغيرها من المبادرات التي حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة إلى تحويلها من برامج ومبادرات محلية إلى مبادرات عالمية. نعم. تكون فيها المنامة عاصمة لجميع شباب العالم. نعم. تحتضنهم من خلال جوائز، مؤتمرات، فعاليات متنوعة، حتى جاءت فكرة إقامة هذا المهرجان العالمي اللي بيحتضن إن شاء الله شباب وفتيات أكثر من 90 دولة. نعم. من خلال 17 برنامج. في سياق ما ذكرت سعادة الوزير وبمشاركة 90 دولة تقريبا، بلا شك هذا المهرجان سيعزز من مكانة البحرين في المشهد الدولي، كيف تقرأ ذلك؟ طبعا كما ذكرنا مملكة البحرين ومن مقر الأمم المتحدة عندما أطلقت جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لأهداف التنمية المستدامة، حقيقة يعني وضعت البحرين على خارطة العالم في موضوع اهتمام الشباب. نعم. أيضا هذا المهرجان بصفته هو الأول من نوعه واللي بيساهم في تثقيف الشباب بأهداف التنمية المستدامة بأساليب متنوعة. وأيضا هذا المهرجان بيتم تكريم فيه الفائزين بجائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي، هذه الجائزة أيضا اللي وصل عدد المشاركات في نسختها الخامسة لأكثر من 7000 شاب وشابة من 120 دولة. وهذا العام أيضا بنحتفل بمرور 10 سنوات على إطلاق وتنظيم مؤتمرات شبابية دولية. كل هذه المبادرات تؤكد للعالم بأن البحرين بفضل الدعم اللامحدود من قبل سيدي جلالة الملك المفدى في الواقع أصبحت رائدة ومحط أنظار الجميع في موضوع احتضان ورعاية وتمكين الشباب، وأيضا تحقق مكانتها العالمية في موضوع تمكين الشباب في الرعاية. نعم. سعادة الوزير، كونك على رأس هرم التنظيم، ما هي توقعاتكم لمجريات المهرجان وأيضا توقعاتك للنتائج المرجوة منه؟ إن شاء الله طبعا نتوقع بفضل الله عز وجل أن المهرجان بيحقق أهدافه اللي موضوع له، وبتكون البحرين بسواعد شبابها يعني كما تعودنا دائما متميزة في التنظيم، وأن الفائدة بتعم إن شاء الله من الشباب المشارك سواء الشباب البحريني أو الشباب اللي بيشاركنا من دول العالم أقصى استفادة، وبتكون البحرين إن شاء الله مجددا محط أنظار العالم. نعم. إذا سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة، شكرا جزيلا لك.